حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسنة بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات. أغلب الناس الآن في بيوتهم، والبقاء في البيوت فيه أجر عظيم وفي فوائد كثيرة، والعاقل هو الذي يستثمر بقاءه في بيته، والراشد هو الذي يكيف نفسه بحسب الأحوال التي تعتريه. وسبقا ذكرت أن المؤمن له في كل حال عبودية، في حال الفقر عنده عبودية الصبر على فقره، في حال الغنى عنده عبودية تتناسب مع غناه، في حال الصحة عنده عبودية، في حال المرض والبلاء عنده عبودية. كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، أصابته سراء شكر، عبودية الشكر، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر، عبودية الصبر، صبر فكان خيرا له. فبقاء المسلم في بيته ليس كغيره، إنما يستثمر هذا البقاء ويستثمر في صالح دنياه وفي صالح آخرته. وأذكر إن الله سبحانه وتعالى لما قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، بالفعل هذه فرصة أن تسكن هذه النفوس وتهدأ من هذا الاضطراب وهذا العمل وهذا الكد وهذا الجهد، الآن فرصة، سبحان الله. في بقائنا في البيوت هناك أمور ممكن أن نستثمرها كثيرة جدا، ولو تنبه لها الإنسان لجعل من هذا الظرف الذي يمر به باب من أبواب الخير يلج عليه من الأجور والحسنات الشيء الكثير. من ذلك أو قبل ذلك الآن نجد من يتحسر، وكلنا نتحسر على عدم وصولنا إلى المساجد بسبب هذه الإجراءات الصحيحة التي قدر الله سبحانه وتعالى أن يحال بيننا وبين المساجد تخفيفا لهذا الشر وهذا البلاء الذي ينتشر بين الناس. لكن الذي كان يصلي في المسجد يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، الآن يصليها في بيته وله أجر الصلاة في المسجد، له أجر الخطى إلى المسجد، له أجر انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد. لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر، وقد ذكرت ذلك لكم سابقا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر، هذه أمثلة، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. لما كان هذا الإنسان الذي يتردد على المسجد 30 سنة ما غاب عنه إلا لعذر، اليوم حصل عذر وأغلقت المساجد والجوامع
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الكرب وهذه الغمة وأن يكشفها عنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. يصلي في بيتك له من الأجر كمن صلى بالضبط في المسجد. وفي نيته حتى الإنسان الذي يقول والله يعني أنا كيف كنت مفرط في هذه الصلوات في المسجد، لو أن إنسان ما كان يصلي في المسجد، لو أن إنسان ما كان يصلي في المسجد كان يصلي دائما في بيته، بعد هذا الحادث الذي حدث بدأ يفكر في نفسه يقول سبحان الله أنا كيف كنت لا أذهب إلى المسجد والآن أمر بالمسجد وأشوفه مغلق والأنواره مطفئة. بدأ ينوي في نفسه يقول لو فتحت المساجد سأكون أول المصلين وسأكون أول الداخلين، سيكتب له الأجر لو صلىها في بيته أجر الجماعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مرة رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وقال ذي الكلام، قال إن أقواما خلفنا بالمدينة، يعني تخلفوا ما جاءوا معنا في هذه الغزوة، إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، في رواية إلا شركوكم في الأجر. فهذا الذي الآن في نيته وهو صادق النية أنه لو كانت المساجد مفتوحة لكنت معها، كنت مع أهلها وكنت فيها، كتب الله له أجر الجماعة لأنه محبوس الآن لهذا العذر وممنوع من دخولها لهذا العذر. بقيت محطات ومسائل، ماذا كيف أتصرف، كيف أستفيد من بقائي في البيت؟ هذا حديثي بإذن الله، لكن بعد هذا الفاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني وأخواتي من جديد. كيف أستثمر بقائي؟ كيف أستثمر بقائي في البيت؟ وأنا حديث الآن للرجل وللمرأة، لكل أهل البيت كيف ممكن أستثمرها؟ واحد، بكثرة الصلاة فيها، بكثرة الصلاة في البيوت. صلاة الفرض الذي يصليها الرجال ليحرص الواحد منا في بيته أن يصلي صلاة جماعة. طبعا الله تبارك وتعالى قال واجعلوا بيوتكم قبلة، لما فسرها ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه قال أمروا أن يتخذوها مساجد، يعني بني إسرائيل. حاول يا رب الأسرة، يا من تصلي في بيتك، لا تصلي صلاتك إلا ومعك أحد، يعني واحد من عيالك يصلي معك، أم العيال تصلي معك، تصلي مع أسرتك. تدرون ليش؟ لأن الصلاة كلما زاد العدد فيها كان أكثر أجر. طبعا الآن أنا أحدثكم بأحاديث نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا اليوم وأنتم نتلمس الأجر وين نأخذه، نتلمس الحسنات الأكثر وين نأخذها، لأن هذه الحياة منقطعة زائلة. يوم القيامة تفتح هذه الصناديق وينظر في هذه الموازين وينظر في الحسنات، كلما كثرت الحسنات ترجحت كفة هذا الإنسان. فصلاة الرجل مع الرجل تختلف عن صلاته لوحده، وصلاة الاثنين تختلف عن صلاة الأربعة. كلما زاد العدد كان أفضل. اسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. أول شيء قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الله يكفينا الشر، البيت اللي ما يصلي هلا ترى هذه مقابر، البيت اللي ما يصلي أهله، لا الرجل يصلي ولا الزوجة تصلي ولا العيال يصلون، هؤلاء أشبه ما يكونون أنهم قد سكنوا في مقبرة. ليش؟ لأن المقبرة أهلها أموات،
وهؤلاء الذين لا يصلون أموات، لكن هؤلاء قليل في المجتمع. المجتمع بفضل الله تبارك وتعالى أهله مصلون، الرجال يصلون والنساء يصلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من الصالحين والصالحات. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة رجلين، تدبروا هذا الحديث أخواني أخواتي، طبعا سواء كان أعمارهم متساوية أعمارهم مختلفة، الرجل مع ابنه الصغير، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة الأربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. تترى يعني متفرقين، يعني لو صلى أربعة أشخاص جماعة في الأجر أفضل من صلاة مئة شخص متفرقين تترى. فاحرص أول ما تحرص عليه وأنت في بيتك أن تقيم الجماعة، أنت واحد من عيالك، أنت اثنين من العيال صلون، وترى فيها لذة سأتحدث عنها بعد قليل. تصور لو أنك انت صليت وفلان وفلان من أبنائك وزوجتك وبناتك وبنات بناتك وأولاد أولادك، يا الله كم هو يعني منظر جميل يبعث في النفس هذا الارتياح. حولنا بقائنا في البيت إلى هذا التقارب الوجداني. اليوم من المصطلحات الحديثة بسبب هذه الأزمة التباعد الاجتماعي. طبعا الأخوة الذين أطلقوا هذا المصطلح أرادوا بالتباعد الاجتماعي أن تتباعد الأجساد بحيث ما تنتقل العدوى ولا تحصل الخلطة بين الناس الأغراب اللي ما تدري عنه صاحي ولا لا. لكن اليوم وجدنا في بقاء الناس في بيوتهم حصل فيه تقارب وجداني عجيب، تقارب بين القلوب وتآلف. هذا منظر من هذه المناظر التي فيها هذا التقارب الوجداني التقارب الروحي. يصلون جماعة في البيت، هذا واحد. اثنين، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى لما علق على أن يصلى في البيت يعني صلاة النافلة، قال: وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. والملائكة تحب أفضل البقاع وأحب البقاع، وهي المساجد وموضع سجود الإنسان، والشياطين تنفر من هذا، تنفر من الذكر وقراءة القرآن، وهذا كله واقع في الصلاة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. الآن أنت تصلي الفريضة والنافلة، سيجعل الله تبارك وتعالى من صلاتك في بيتك خيرا. طبعا هذا الحديث يتكلم عن صلاة النافلة. اليوم قدر الله سبحانه وتعالى أن نصلي الفريضة والنافلة في البيت، لا تكتفي بصلاة الفريضة بس، صل الفريضة وصل النافلة فيها خير. تسألني تقول إيش الخير هذا، أقول والله ما أدري، خير كثير. ممكن الخير في باب الحسنات، تكثر الحسنات، ممكن الخير يكون في صحتك وعافيتك، ممكن يكون الخير أن ولدك اللي ما كان يصلي يشوفك تصلي يتأثر ويقتدي بك، ممكن يكون الخير أطفالك الصغار ينزرع في نفوسهم حب الصلاة وهم يرونك وأنت والدهم تصلي وتقرأ القرآن ما اعتادوا على هذا المنظر، هذا كله خير. بل يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بالصلاة في بيوتكم،
فإن خير صلاة المرء في بيته فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. يعني لا تفوت على نفسك أن تصلي النافلة في بيتك وأنت عندك هذا اليقين أن نافلتك في بيتك أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. تصور أجر عظيم. يعني لو واحد قال سأصلي، يعني ينظر الآن على النقل المباشر وهو يشوف المسجد النبوي ويتأسف يقول يا ليتني أذهب وأصلي، أقول له ترى صلاتك في بيتك أفضل، صلاتك في بيتك النافلة مو مكتوبة، النافلة أفضل. بل خليني أذكر بشيء قبل أن أخرج في هذا الفاصل. من الفرص المتعلقة بالصلاة في 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 هذا في هذه الأزمة أن المرأة والرجل صار عندهم مجال أكثر في البقاء في البيت. كثير من الأخوات العاملات صارت عندها فرصة تبقى في البيت، وبعض الأخوة الذين دوامهم صار من داخل البيت صار عندهم فرصة في البقاء في البيت. يصلي الضحى، صلاة الضحى صلاة عظيمة وكثير من الناس لا يصليها، وقد يتعذر بأنه ما يجد مجال في العمل أن يصلي. الآن فرصة أمامك. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة ما هي؟ كل مفصل في جسدنا عليه صدقة، كل صباح تتصدق عنه، كل صباح. وأنا عندي 360 مفصل في جسدي، وين ممكن أتصدق عن هذه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدقة، تقول سبحان الله صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، تمر معروف صدقة، تنهى عن منكر صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك وجه أخيك صدقة. طيب إيش كثر أسوي صدقات؟ في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وتجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما من الضحى كأنك تصدقت ب360 صدقة عن مفاصل جسدك. هاي فرصة اليوم نحصلها. كم تأخذ مني صلاة الضحى في البيت؟ كم؟ يمكن يعني، وهذا مؤكد بإذن الله سبحانه وتعالى ستنقضي هذه الأزمة وسيرتفع هذا البلاء وهذا الوباء وسنعود إلى حياتنا التي اعتدناها بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. تصور أنك تخرج من هذه الأزمة وخلاص تعودت على أن تصلي صلاة الضحى، كم لك من الأجر. فكيف إذا يعني علمت غيرك، صارت أم عيالك الآن تصلي معك الضحى ولا تفوتها، علمت واحد من عيالك، والأبناء الآن ما عندهم دراسة ولا جامعة، فهذا أيضا من الخير الذي ممكن أن نستثمر فيه في بيوتنا. هناك أيضا صور أخرى لكن أتحدث عنها بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور ينع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي. كنت أتحدث قبل الفاصل عن هذه العبادة العظيمة هي صلاة الضحى، وفرصة اليوم بسبب بقائنا في البيت فترة طويلة في فترة الصباح أن نصلي صلاة الضحى، وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وردت فيها أحاديث كثيرة جدا. ولعل سائل يسأل يقول طيب متى ممكن أصلي صلاة الضحى؟ صلاة الضحى وقتها طويل، من بعد شروق الشمس تقريبا بثلث ساعة يبدأ وقت الضحى إلى قبل صلاة الظهر بثلث ساعة. كم ساعة عندك؟ وهي ما تأخذ منك إلا يمكن يعني 5 دقائق لو صليتها على ساعة، ركعتين. لو زدت قلت بصلي 4 ممكن، لو زدت قلت ودي أصلي 6 ممكن، لو أزيد أصلي 8. كان عليه الصلاة والسلام يصلي 8 ركعات، يسلم كل ركعتين يسلم. من أيضا الأمور التي ممكن أن تستثمر التواصي بفعل الطاعة.
أنا أوصي ولدي، ولدي ذكرني بطاعة وعبادة، وأنا أذكر أم العيال، وأم العيال ذكرني، والخادم عندي في البيت أعلم شيء. تواصي يعني ليعلم بعضنا بعضا، ولا تتصور أن إحنا نعرف كل شيء. يعني أنا أعطي بعض المقترحات. اليوم بقانا في البيت أطول، والأخت الفاضلة بقائها الآن في البيت أفضل. تصور لو أنها قالت للعاملة في البيت: تعالي يا فلانة، أنت الآن مسلمة، شلون تقرئين الفاتحة؟ خليني أسمع كيف تقرئين الفاتحة. فتتفاجأ أنها ما تحسن قراءة الفاتحة. قالت: والله علمها قراءة الفاتحة. كم لها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى كلما قرأت هذه الإنسان الفاتحة، كم لك أنت من الأجر. دعك من العاملة، اليوم لو واحد قال: والله ودي أتفرغ للوالد أو للوالدة، كبير في السن والوالدة كبيرة في السن، يا أمة تعالي ودي أشوف يعني صلاتكم شلون، قراءتكم ماذا تقولين في التشهد، في التحيات ماذا تقولين، في الركوع في السجود، ترى ستجد عجبا. وهذا ليس تقليل من شأن الآباء والأمهات، لكن يعني بعضنا قد اعتاد على أمر، وهذا الأمر خطأ في قراءته، في تطبيقه، في عمله، ولا وجد من أبنائه من يدله على الصواب، يدله على الإجراء الصحيح. هذه فرصة يعلم بعضنا بعضا. والعجيب أن هذه العبادة من العبادات العظيمة، وهي تعليم الناس الخير. يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر. صور كل شيء يستغفر لك أيها المعلم، سواء علمت الشيء الكثير أو الشيء القليل. فرصة الآن طفلك، ولدك الصغير، تعلمه كيف يصلي، تعلمه الإحسان، تعلمه بر الوالدين، تعلمه الخلق والأخلاق الفاضلة والقيم الراقية. هذه فرصة الآن، التواصي. الآن يشوف الإنسان يعني كيف حرمنا من الوصول إلى المساجد. الآن فرصة أني أقول حق ولدي اللي ما يصلي، أو يصلي أحيانا على المزاج، أو لا يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس مثل ما يفعل بعض الأخوة والأخوات، يعني تظل نائمة، بعض الأخوات تظل الواحدة منهن نائمة وهي محافظة على الصلوات الخمس كلها، لكن لا تصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس، ما يجوز، حرام، قد لا تقبل. إذا تعمد الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها مصيبة. طيب هذا دوري الآن، أنا صرت في البيت أكثر وبدأت أنظر إلى هذه التصرفات الغير صحيحة، فرصة أني أعلم أهلي وأربي أهلي. الله سبحانه وتعالى يعني في ذكر سير الأنبياء على سبيل المثال، قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والآيات في ذلك كثيرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام يصلي من الليل، قام يصلي الليل قبل الوتر يوقظ عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، يقول: قومي يا عائشة فأوتري، قومي يا عائشة فأوتري. يوقظها للنافلة، يوقظها لصلاة نافلة ليست فريضة. فحري بنا أن نوقظ أهلنا لصلاة الفريضة، قل قم يا فلان صل، قم خلنا نصلي جماعة. وهذا والله بيت له إضاءة وإشعاع ونور قد لا نبصره، ولكنه كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والصلاة نور. الصلاة نور، تكون نور لصاحبها في الدنيا والآخرة. من يعني الصور كثرة الذكر، وهو فرصة اليوم بقاء الإنسان في بيته
يكثر من الذكر. يعني أنا يعني أستغرب لما يقول الإنسان يعني أملأ وقتي باللعب وأملأ وقتي باللهو، وتقول له ليش؟ قال والله نضيع الوقت. شلون تضيع الوقت؟ الوقت هذا عزيز صح، يعني لا يعني لا بأس من الإنسان يجعل لوقته شيء من اللعب مع أهله مع أولاده ويجعل فسحة، لكن ما بكل الوقت يضيعه في اللعب. يا أخواني تصوروا يعني عندنا من الأذكار الشيء العظيم الذي لو قاله الإنسان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول له من قال هذا الذكر دخل الجنة. وتجد أن بعض الأذكار سهلة جدا جدا ولا تأخذ وقت ولا تحتاج أنك تحفظها، لأنك سترددها خلف من يقولها والنتيجة الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام لما أذن بلال رضي الله تعالى عنه، أذن بلال والرسول عليه السلام يسمع بلال الصحابة معه، لما فرغ بلال من الأذان قال عليه الصلاة والسلام من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. تصور كل يوم الآن المؤذن يؤذن، احنا جالسين في قلوبنا حسرة نبي نروح المسجد، والمؤذن يؤذن، ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا فضل المشي إلى المساجد وفضل الصلاة في المساجد قال لنا أيضا من قال مثل ما يقول المؤذن دخل الجنة. ما نردد، نكسل ونعجز. لا يخشى الإنسان أن هذه العاطفة التي في قلبه نحو المسجد يعني مجرد عاطفة، لأن هذا ذكر، يعني ذهابك إلى المسجد عبادة، ذهابك إلى المسجد عبادة. طيب ترديد مع المؤذن عبادة ولا منعت منها؟ ما منعت منها. مثل يوم الأيام ما كنا نمنع، يعني ما كانت ذهاب إلى المسجد شيء ممنوع أو محرومين منه، فقدر الله أن نحرم منه. الآن ترديد مع المؤذن بإمكانك أن تردد، ما في شيء ممنوع، ومع ذلك نتكاسل ونعجز ونسولف ربما نلعب ونسخف ونلهو. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول من قال مثل ما قال هذا دخل الجنة. كم فوتنا على أنفسنا من الأجر. والبيوت كما تقدم قبل قليل، البيوت التي يكثر فيها الذكر، البيوت التي يكثر فيها الذكر تكون بيوت حية. يقول عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. بالضبط. فلنكثر من الذكر في البيت. ودائما تسمع يعني لما نتكلم عن هذه المسألة دائما تسمع من يقول طيب هل يكفي أني أشغل المسجل على القرآن؟ طيب ليش ما تقرأ أنت القرآن؟ اقرأ أنت القرآن، اقرأ أنت القرآن، ولا مانع من تخلي المسجل يشتغل بعد ذلك. لكننا نعتمد في كل شيء، حتى في ما يقربنا إلى الله على الآخرين، يعني حتى في قراءة القرآن أحتاج أحد يقرأ عني، حتى في الذكر أحتاج أحد يعني يذكر عني. أعجبني بعض يعني بعض الأخوة والأخوات، وهذه نماذج جميلة حقيقة. وأنا كما أقول دائما اليوم في المجتمع عندنا نماذج راقية جدا وفيها خير وفيها صلاح. أعجبني جدا أن بعض المجموعات عبر مواقع التواصل بدأوا يجتمعون على قراءة القرآن، يقرؤون كلهم وهناك من يصحح لهم القراءة أو من تصحح لهم القراءة، وهم يعني يرتبطون جميعا بموقع واحد ويسمع بعضهم بعضا، أو لا يزال أو بعض الأخوة بدأوا يتلقون بعض الدروس العلمية من قبل بعض العلماء
ويجتمعون على ذلك. ووجد ذلك في البيوت، يعني الأم مع بناتها اليوم إيش عندكم؟ قال والله إحنا اليوم نقرأ القرآن على فلان وتسمع منا وتصحح لنا أو تشرح لنا في التفسير. هذه البيوت التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها، هذا الذكر، قراءة القرآن. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تصور هذه الأمور الأربعة كيف تغشاك في بيتك والله تبارك وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى عند ملائكته. بقيت مسألة سأذكرها لكن بعد هذا الفاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور ينع ونصوبه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، ومع هذا الفاصل الأخير من هذه الحلقة من برنامجكم وقفات، وواصل ما ذكرته قبل الفاصل، هو الحديث عن قراءة القرآن وأثر في البيت. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه له كلام في غاية الجمال، ونحتاج أن نتأمل هذه الكلمات. ماذا يقول رضي الله تعالى عنه؟ يقول: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. تدبرت إخواني، إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. في المقابل: وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. ففرصة الآن، بقاءنا في البيت فترة طويلة، سير عندك ورد من القرآن تقرأ كل يوم جزء، وابنك يقرأ جزء، ورعاية البيت تقرأ جزء. سبحان الله، يتسع البيت على أهله، تحضره الملائكة، تنفر منه الشياطين، ويكثر خيره. كيف يكثر خيره؟ الله أعلم، يكثر خيره. في المقابل قد يضيق على أهله، تخرج منه الملائكة وتحضر الشياطين ويقل خيره إذا ترك أهله قراءة القرآن. وانظروا في واقعنا كيف، ستجد هذا الكلام جزما موجود. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربهما شيطان. آخر آيتين من سورة البقرة. هذا أيضا من الأمور التي يعني تتأكد على في بقائنا في البيت. أما المسألة الأخيرة فهي هذه الفرصة لي كما قلت قبل قليل لهذا التقارب. صح، خارج البيت مطلوب منا يكون فيه تباعد اجتماعي، وكما قلت التباعد الاجتماعي المقصود به أن تتباعد الأجساد حتى لا تنتقل العدوى ويزيد البلاء. لكن هذا جعلنا تباعدنا اجتماعيا خارج منازلنا، لكن في البيوت صار فيه تقارب وجداني وروحي، صار الرجل أكثر بقاء في بيته مع أهله، يشوف أمه ويشوف أبوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي لنا الآباء والأمهات في الصحة والسلامة والعافية،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن مات منهم وأن يعلي درجته في جنان الخلد. يبقى مع زوجته، يبقى مع أولاده، هذه فرصة تقارب. هل تعلمون يا إخواني أن كلما، طبعا هذا من صلة الرحم، كلما تقاربنا أكثر، كلما تقاربنا أكثر استجلبنا رضا الله تبارك وتعالى وخيراته. ودعوني أختم هذه الحلقة بهذا الحديث العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، صلة الرحم أعجل الطاعة ثوابا، يعني كل طاعة لها ثواب. أعجل الطاعة ثوابا يعني يحصل ثوابها صلة الرحم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة، يعني فجار، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وأي تواصل أكثر من بقائنا في البيت اليوم؟ قمنا نشوف أخواننا ونشوف خواتنا ونشوف أمهاتنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. فرصة كبيرة، أدعو نفسي وأدعوكم إخواني أخواتي أن نستثمر بقاءنا في البيت. لو لم يكن إلا أن نكف شرنا عن الناس، لأن بعض الناس إذا خرج يؤذي، حتى بعضهم إذا دخل يؤذي، لكن الله يكفينا شره في الداخل وفي الخارج. هذا الذي إذا بقي في بيته ولزم بيته كفى الناس شره. نوصيه أيضا نقول: فأحسن إلى أهلك فخياركم خياركم لأهله. وأعظم ما يكون في البيت الرفق. ورسولنا صلى الله